هنروح لملف آخر عن التنمية، والحقيقة بنتكلم من اليوم السابع هذه المرة عن قناة السويس. قناة السويس في خبر مهم لها بيقول تعاقدنا مع شركة هولندية لبناء أكبر كراكتين في العالم. التصريح ده للفريق مهاب ماميش، اللي قال ان طبعا ده رئيس هيئة قناة السويس لفريق مهاب ماميش، وقال ان في تم بالفعل عقد بناء وتوريد كراكتين طبعا مع واحدة من أكبر الشركات الهولندية المتخصصة في مجال بناء الكراكات. وقال ماميش إن هيئة قناة السويس تسعى لتحديث الأسطول ليضم كبرى الكراكات من طراز الحفار في العالم، ده طبعا من حيث الأبعاد والقدرة الكلية بما يمكن معه المشاركة في أعمال تطوير المجرى الملاحي.